أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من جيمر بالعربي. النهاردة معانا لعبة روب ريسكيو، لعبة جديدة مشفتهاش قبل كده. خلينا نشوف مع بعض. لعبة ممتعة جدا، أول مرة أشوف فكرة زي دي. بحب جدا الألعاب اللي فيها أفكار غريبة ما شفتهاش قبل كده، أحيانا بتشد الواحد وبتخليه عايز يكمل. الأفكار الجديدة دايما بتشد الناس. أنا بصراحة ما جربتش قبل كده أشوف نوعية زي دي يعني من الألعاب، وزي ما احنا قلنا قبل كده هي مجرد فكرة، هي بس اللي بتشد الناس مجرد فكرة، وحتى لو تنفيذ بسيط لكن بتبقى لعبة ممتعة حتى لو تنفيذها بسيط. فكرة اللعبة دي إن أنت بتحاول، فينا ناس أهي بيت بيتحرق وهم المفروض تنقذهم، فطبعا بتوصل حبل من البيت لعربية الإسعاف. فطبعا مع المراحل بتكون اللعبة أصعب. الأول كنت بتنقل الناس دي، بتنقذها من بيت لبيت. الوقت انت بقى هتحاول تنقذهم وتنقذ الناس اللي في المربعات دي كمان، فهتحاول تعدي الحبل على الأشخاص دي. كده تمام، وبتضغط على الشاشة بصبعك بيبدأ ينقذ الناس. حلوة جدا بس فيها اعلانات كتير جدا، انصحك ما تشغلش الداتا، هي اصلا بتشتغل من غير داتا. لو فتحت الداتا الاعلانات هتهجم عليك، فخلي بالك واقفل الداتا عشان الباقة بتاعتك. Thank you.
لعبة حلوة جدا، عجبتني قوي وشدتني، وفكرتها جديدة ما شفتهاش قبل كده. هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر التنبيهات، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج جيمر بالعربي. مع السلامة.